النهارده سؤال حلقتنا بيقول اول مره اتقالك فيها يا عمو او اتقالك فيها يا طنط كانت امتى ورد فعلك كان عامل ايه؟ طبعا احنا اول مره بنسمع الكلمه دي بنتخض لان بنحس ان احنا كبرنا واحنا لسه ما كبرناش من جوانا لسه ما كبرناش. لكن اول مره بتتقالك لما تلاقي حد بيقول لك يا عمو مره واحده فانت بتتخض كده وبتحس ان انت كبرت ولازم تتصرف زي الكبار وما ينفعش بقى شغل العيال الصغيره بتاع زمان ده، خلاص انت دلوقتي كبرت. فانت بتقف في مرحله ما بين انك ترد على اللي بيقول لك يا عم وتقول له عمو مين يا ابني انا لسه صغير، ما عمو مين يا ابني عمو مين يا ابني فعلا هو ده الرد، مين يا ابني كلمني انا، انت اكيد ما تقصدنيش انا. فبتقف في مرحله لا انت عارف ترد عليه ولا عارف تمنعه ولا عارف تقول له يعني ولا تقول له كلمه، استوعب بقى ان انت بقيت عمو. خلاص مع الوقت بقى ده الطبيعي. فطبعا ده سؤال حلقتنا والبدايه مع طنط هدير. على طول كده يعني ما حدش بيقول يا طنط بالمناسبه يعني اطلاقا تقريبا ما اتقالتش مره. ممكن بيبي يعني يبقى لسه مثلا يعني 3 4 سنين يقول يا طنط، ده براحته هيقول لاي حد يا طنط، ده كل الناس عنده يا طنط فما فيش مشكله. مش قادر اصدقك يعني ما طلعتش مره من بنوته صغيره مثلا في الثانويه ولا لا ثانويه بتحصل ثانويه هتقول لنا يا طنط؟ لا لسه ما عدتش في الموضوع ده. ده انا لقيت ناس متخرجين وبيشتغلوا بيقول يا عمو. لا انا اتصدمت لما سمعت الكلمه. بس احيانا يا حبايبي بيقولوها من باب انه عايزين يعني نحترم اللي قدامنا، هم حاسين بفرق السن بس انت لسه مش مستوعب انه اللي مثلا في ثانويه عامه ده في فرق حبه حلوين، في فرق ممكن يقول عمو، فاهم قصدي؟ هو ممكن يقول بس انا مش متقبل ان هو يقول عمو، لكن في نفس الوقت ما اقدرش اقول له لا انا مش عمو عشان بعد كده ما يعمليش زي العيال الصغيره برضه، ممكن بعد شويه يتجوز ويعملي زي العيال الصغيره قلت له انا مش عمو. انت يعني اعتقد الستات شويه ما تزعلش من الحته دي، يعني معظم خالاتنا مثلا ممكن نكون بنقولهم باساميهم. لا دي حاجه ودي حاجه تانية. احنا دلوقتي انا عارف زمان كنا لازم نقول عمه وخاله وطنطه وكده، انما دلوقتي امامنا وخلالنا بنقولهم باساميهم عادي والدنيا لطيفه يعني مفيش حتى ما هو يعتبرش تجاوز كمان يعني. لا هم كمان متقبلين حاجه زي دي، انما انا مش بتكلم على ده، انا بتكلم عن مثلا واقفه في سوبر ماركت بتشتري ولقيتي مثلا واحده بعد اذنك يا طنط عديني. ايوه فدي دي المواقف، هي دي بقى المواقف اللي بتحصل. وانا بقول لك انا صعوبتها بالنسبه لي مش في كلمه يا طنط، صعوبتها ان انت تبتدي تراجع نفسك، ما هم عندهم حق في اجيال معديه في النص، فانت بتبتدي تتصدم انه ده انا كبرت زي ما انت بتقول، احنا بقينا الكبار، دي بقت حاجه مختلفه وجديده. انت لسه لحد دلوقتي في العيد بتستنى العيديه عادي زي الناس، عايز تقف في الصف وتاخد العيديه. انا دايما برجع الامر في الموضوع ده لانهم مش قادرين يحددوا بالظبط السن، يعني ما بيعرفوش يبصوا لقدامهم ويدوا له الرقم. يعني انا مثلا وانا في سنهم ما كنتش اعرف لما حد كان يسالني اقول له هو كبير، هو راجل كبير ممكن يكون مثلا عنده حاجه و30 سنه فمش قادر اقيم صح، مش قادر ادي السن المظبوط بالنسبه له هو كبير. فانا اتوقع ان هو مش قادر يدي السن المظبوط عشان كده بتطلع منه يا عمو يا طنط. بيحاول يطلع اعذار شاذلي عشان يستوعب الموضوع يا عمو. لا والله فعلا اول مره اتقالت لي فعلا كان من ابن جارنا، لقيته بيقول لي ازيك يا عمو، ازيك يا عمو، هو راجع من الشغل يعني، هو الولد راجع من الشغل بيقول لي انا ازيك يا عمو، والله بيقول لي ازيك يا عمو. مش عارف عمو ايه بس اكيد كانت صعبه. لا دي صعبه راجع من الشغل دي صعبه. انا كمان يا حبيبي راجع من الشغل على فكره اقول لك يا عمو زيك. طيب احكوا لنا كده اول مره اتقال لكم امتى يا عمو او يا طنط وكان رد فعلكم ايه على الموضوع ده؟ ده سؤالنا موجود على صفحاتنا فيسبوك وتويتر وانستجرام، منتظرين اجابات حضراتكم على سؤال الحلقه النهارده. ربنا دايما يصبحكم بالصحه والسعاده والرضا.